الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله معنا استخاره بالقران الكريم لمواليد برج الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. في متابعين قناه اسرار العالم الروحاني، هي استخارات جديده احبابي في الله، ففضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك وانزل فيها التعليقات كما تعودنا. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف الصوره لمواليد برج الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التوبة. اللهم تب علينا جميعا يا حي يا قيوم من كل معصية، اللهم إني أسألك أن تغفر لنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. برد الحوت، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك هنا أرى في بشرة، بشرة خير. البشرة دي بعد أيام، يعني عندك بشرة خير بعد أيام، ممكن سفر غير متوقع، وفي صلح، عندك صلح مع حد حصل ما بينك وما بينه مشاكل، لأن أرى فيه عتاب ورد حق وصلح. يعني حصل ما بينك وما بين حد مشاكل، راح حقك يردع وراح يكون في صلح بإذن الله تعالى. بس هنا في امرأة بتكرهك، والمرأة دي سحراك، عاملة لك سحر. عندك سحر، بس أنت هتصطدم لما تعرفها. ومنكم عارفها على فكرة، منكم عارفها الست دي، مش بغريبة ليك، ده قريبة منك، قريبة منك وعارفة كل أسرارك وعارفة كل حاجة عنك. بس احذر، احذر منها. أرى في هنا برضو شيء هيحصل لك، يعني أنت هتكون مفاجئ، لأن أرى في هجية أو مكافأة، يعني هتغير في حاجات كتيرة، تغيرها من حياتك. بس عندك مضغوط هنا عاطفي، مضغوط ما بين شخصين، عندك ضغط ما بين شخصين، ولازم تختار كويس، اختار كويس. ارى هنا برضو منكم البعض هنا في ترسيم علاقة او قرار زواج، وفي دعم من يد غريبة، في حد غريب هيدعمك. وللمنفصلين هنا خلي بالك، الشريك يعيش اقصى حالات الندم، ارى ندمان، حزين، مخنوق، متضايق، مش عارف ياخذ قرار، يعيش حالات الندم على فراقك على فكرة. بس عندك بداية جديدة وأمل عاطفي جديد، وفي مواقف يعني حدث كثيرة قدامك حلوة. ورا هنا منكم عنده مبلغ مال دايله بعد أيام، بعد ثلاث نقط، ثلاث نقط قدامك، ثلاث نقط ودايلك مبلغ مالي. وهنا برضو البعض هنا أراك يعني بتدهس لارتباط، حد قريبك هيرتبط، أختك، أخوك، أختك، أخوكي، حد منكم هيرتبط قريبا، أنت في ارتباط في أرض بيتك، عندك ارتباط قريب في أرض بيتك. بس مالك كده الفترة دي؟ أراك يعني الفترة دي في زعل دواك مخليك ساكت، لا تعاتب حد ولا بتلوم حد ولا بتهتم بأي حاجة، يعني عايش ببركة ربنا. أرى أن عليك كمية ضغوطات رهيبة، عندك كمية ضغوطات، وحتى في نومك غير مستقر، ممكن يكمل يعني ممكن عندك تفكير 24 ساعه عمال تفكر، في تفكير عندك كتير في دماغك، دماغك شغاله بدون انقطاع. ليش يعني؟ بس خلي بالك، العين والحسد عليك بشكل رهيب، العين والحسد عليك، العين والحسد عليك شديد. بس هنا يعني العين والحسد دول عليك شديده قوي، لانك يعني انسان بسيط ومرح ونظيف من دواق يعني، وطموح طيب جدا، يعني عمرك ما تنام وشايل في قلبك غل او حقد لحد، بتقاوم وعارف ان ربنا بس اللي معاك، مش هيسيبك، وهيفتح لك كل الابواب الخير، ويفتح لك ابواب السعاده، لان عندك طاقه المال قويه، طاقه المال قويه، يعني هناك مبلغ مالي ممتاز انت كنت محتاجه يعني انت محتاج هاي المبلغ، انت محتاج المبلغ ده، هاي تدبر وهتلاقيه دايلك من حيث لا تحتسب ان شاء الله. عندك ان انت حاجه بتفكر فيها، لان في امنيه او انجاز، يعني انا في امنيه راح تتحقق قدامك. اراك يعني في انجاز، تحقق انجازات او انجاز يعني هنا قدامي بالعمل، يخص العمل. في حاجه حلوه قوي هتحصل معاك قريبه، يعني انت منتظرها بفارغ الصبر. الحاجه دي انت منتظرها بفارغ الصبر. يعني راح تخردك من الزعل ده كله، راح تخردك من الزعل، من النكد، من الضيق، من التعب. الدنيا بتضحك ليك مرة ثانية، اعرف ان الدنيا بتضحك ليك مرة ثانية، هناك شخص بيحبك قوي،
في حد بيحبك قوي لكنه راه بعيد عنك، الشخص ده بعيد عنك يعني مش عارف يقرب منك ازاي، يعني بيحاول يعني تدور عليه ان هو بيحاول يقرب منك، لان ان شاء الله في حياة جديدة قريبة منك بتبدأها اولها صعب لكن فيها خير كبير ليك. عين بصلك في حياتك وبتحسدك، العين دي بتحسدك على كل حاجة حتى ضحكتك، لكن ما تخافش ربنا معاك، ربنا معاك. اراك هنا برضو بتستعد للسفر، عندك سفر او لقاء لاحباب وهتقضي وقت ممتع، اراك هتقضي وقت ممتع باذن الله. ديالك فرحه من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد التعب اللي حصل معاك، لان تعبت كتير ويئست كتير وحصل معاك تعب كتير. ابشر باذن الله تعالى، ارى انك انت يعني بعد تعب كتير سترى قدره الله في تحقق ما صبرت لأجله، لأنك اتظلمت، اتخذلت، اتكسر قلبك، حزين، بتقول إمتى يا رب آخذ حقي؟ إن شاء الله، كل شيء ممكن يتغير، سيتغير في اللحظة، لصالحك، لأن ربك أو يريد ذلك، فلا تقول مستحيل، فلا تقولش مستحيل ولا كيفية يعني ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله. أرى برضو في ندم أحد الأشخاص اللي ظلموك واستغلوك، هم ظلموك واستغلوك، عندهم ندم كبير، ندمانين. بعد فوات الأوان قر عينك، حقك راجع وستفادى بإذن الله تعالى، عندك عوض من ربنا بإذن الله، في عوض، في مبلغ مالي محترم كويس، نقول يعني ممكن تكون مكافأة، أرى ممكن يعني تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين، يعني ممكن تكون عاضح الدين. القراءة دي عامة أحبابي في الله، رجال ونساء، القراءة عامة أخواتنا في الله، بس انتبه يعني هنا أرى فيك في صلح، يعني في قاعدة صلح، يعني في مشاكل صايرة وبتصالح ناس أو أنت بتصالحه، إن شاء الله فيها خير. بس احذر من الناس دي اللي حسداك، الناس اللي بتراقبك، الناس اللي عايزة توقعك في مشكلة، الناس اللي عايزة تأذيك، الناس الطماعة، الناس اللي ما بتحمدش ربنا أبدا، الناس دي عارفة أسرارك، عارفة عنك كل حاجة، حابة تأذيك، حابة تكسر عينك، حابة تأخذ منك الضحكة أو الابتسامة اللي ما حلفكش غيرها. يعني شايف عندك هنا طاقتك، شايف إنها يعني عندك تغير، بس أنت متجاهل، يعني أراك متجاهل، مش عارف يعني تاخد قرار، يعني ساكت، حاسس إنك طاقتك تعبانة، عندك طاقة سلبية، حاسس ان انت عندك طاقة سلبية، عندك يعني تعب مضايقك، خانقك، محتار. الباب اللي اتقفل في وشك، اتقفل في وشك دي سنين الباب ده، لكن خلاص يعني هيتفتح، ربك هيبدله بباب من الرزق، لانك انت محتاج الرزق، من باب من الرزق والبركة والستر بإذن الله تعالى. وعندك برضو هنا في تغير من مكان، منزل او تجديد منزل او بتجدد منزلك، لما هتغير من المنزل اللي انت فيه او هتجدده، هيسعدك قلبك باذن الله تعالى، لان قلبك طيب، قلبك طيب وتحب الخير للناس كلها، بتحب الخير. بس احذر، يعني احذر من هذا العين الخبيث الحاقده الحاسده، يعني اللي عندي عرقلت مسار حياتك كتير وما زادك اليوم، يعني بقالها معاك سنوات والست دي بتراقبك، حسودي، يعني هي الشخص ده اللي بيراقبك قريب منك، حاسد وحاقد، يكرهك، اصابك العين بدل المره كذا مره، هو بجنبك يعني او هي بجنبك، ولكنها يعني تشعر بالنقص، يشعروا انك يعني معاك اللي هم مش معاه، او انك تمتلك ما لا يستطيع ان يملكوه. العين بس مسيطر عليك، تعباك حتى في الحركة، في العمل، في الراحة، في الحب، دايما تشعر بالكسل، بالخمول، وعدم الراحة، سواء في النوم أو في فعل أي شيء أو حتى في الشغل، تعبان، همدان، كسلان، وعملك برضه شوية تعطيل، يعني عملك شوية تعطيل حتى في يعني في حياتك وفي صحتك، تشعر بالألم في الراس، في المفاصل، في الرقبة، دوخة، تعب في الرجلين. ان شاء الله راح تخلص منها هي العين باذن الله تعالى، هتخلص منها بقدره الله تعالى. هنا دايلك حد شايف هيقاسمك، الحد ده هيقاسمك في همك قبل فرحك، سند حقيقي هيرسم معاك هدفك، هديه من القدر،
يعني فيه ملامحك، فيه من ملامحك كثيرة، هيهزم معك الصعب، هيكون سبب سعدك، جاي لك بعد خطوتين بإذن الله، خطوتين مكتوبين ومحسوبين. فما تستعجلش، ما تستعجلش، رزقك دايلك، رزقك دايلك، بس ادعي ربك يعوض صبرك ويكون من نصيبك، ادعي ربك. بس خذ حذرك، واديني بقولها لك، من الحسد، لانك محسود عين شديدة. هناك من يكرهك، من يكرهك ويراقبك وينتظر سقوطك ويتمنى زوال نعمة الله عنك، ذلك الصداع بالرأس وبالألم وبعض الألم العظام، يعني هذا من العين، بس هم لا يعرفون أن هناك ربا يمهل ولا يهمل. بس لا تخف، لا تخف، هناك ربك يحميك ويتولى جميع أمورك، ولن يشمت فيك أحد، لأنك إنسان طيب، إنسان طيب، بتاكل لقمتك بالحلال، ما بتحبش تأذي حد، ما بتحبش تكسر حد، ما بتحبش تظلم حد، ما بتحبش تاخد حاجة مش بتاعتك، ما بتحبش تأذي الناس، ديالك فرحة حلوة جدا. يعني راك هنا ناوي على سفر، على طريق السفر قدامي، انت ناوي على سفر، بس يعني نفسيتك اراها برضو متدمرة، نفسيتك بتدمر قوي، بس بتعافر وبتطلع، أراك برضو بتعافر وبتطلع وبطالع من الحسد بإذن الله تعالى. هو الحسد مسيطر عليك شديد، بس طالع من الحسد، طالع منه، يعني بتحاول تعالج نفسك، بتحاول تعالج نفسك وتطلع من الحسد ده، لأن أنت بتدعي ربني وبتصلي، وفي حد كبير عندك بيدعي لك، عمال يدعي لك، بس هو تعبان، والدك، والدك، حد يعني قريب لك تعبان، في تغير مسكن او حابب تغير سكن، عندك تغير من مكان لمكان، راح تغير المسكن اللي انت فيه، راح تغير المسكن اللي انت فيه. في ثلاث مكالمات، ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، ثلاث مكالمات يعني مهمين، المكالمات دي داير لك الفترة دي، فيهم يعني اخبار، ارى فيهم اخبار تخص مال وسفر وحل مشكلة كمان تخص العمل او علاقة بالحب. الثلاث مكالمات هما دين لك، مكالمة تخص المال، ومكالمة تخص السفر، ومكالمة حل مشكلة معاك، المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل او علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الاسرة او اجتماع، يعني او اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم او اجتماع مع بعضيكم، يعني افضل ما تقولش الحد او تعزم حد، خليها ما بينكم او ما بين بعضيكم الاسرة هكذا، لان العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة اكتر من الناس الحبيبة. ستفادى، لانك يعني ستفادى بفرحة قدامك، لانك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله احد، استحملت كثير التعب اللي هكذا، المشاكل، حمل على اكتافك، كنت حامل او شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان، يعني حياتك كلها بالافضل، هذه الاسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى، الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك ورادع لك كل حاجة، يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخص أراه يحبك، والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي، يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا، بس عايز يوصل لك بأي طريقة، احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف، عندك أسرار، أرى في ظهور أشخاص على حقيقتهم، راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول هم بعض المقربين، راح تعرفهم من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك، هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك، كل حاجة راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة،
رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك، رغم ان دواك كل الزعل، رغم ان دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى. عن قريب راح تفرق. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب، لأنك كثير الليونة في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافأة أو ربح أو حاجة زي كده. عندكم هنا يعني في خيار كثير ديالك هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الأيام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الأبواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الأبواب المغلقة اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها بأي طرق راح تنفتح قدامك. فاستغل كل الفرص اللي تقع أمامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع أمامك حتى توصل لهدفك أو توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقة جديدة كمان، في علاقة يعني جديدة دي حلوة مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان. في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص هنا عاوز يستغلك، خلي بالك منه. في شخص هنا عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو. السفر ده كويس يعني هيكون في اصدقاء او سفر لشغل. في عندك السفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليه، انت زعلان على حد يعني، حد زعلان عليه او حد مسدون، حد يعني عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان، انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة، ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل مع بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام بإذن الله تعالى، والتاني بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعويضات، لديك في رفعة لمكانة عالية، المكانة دي عالية يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية او عمل انت مقدمه على وظيفة او في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل ديالة يعني. اراكم هنا بس انتوا هنا يعني غير مهتمين، مهتمينش بصحتكم الفترة دي، يعني الفترة دي مهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت تسمح ناس، تسمح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك انها تسمحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركته. عندك هنا برضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي ارجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى ياخذ النعمة اللي معاك، يتمنى ياخذ كل حاجة منك، هو اللي يكون أحسن منك. وراك برضو ماشي في طريق انت، الطريق او انت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه طب ماشي في طريق صحيح، ربنا هيسخر لك ناس هتسبب لك الفرحة ليك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي.
حاول تفهم اللغة. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني راي يبدأ معكم علاقة جديدة، أو حاب يبدأ معكم قصة جديدة أو حياة جديدة. هذا القراءة أحبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للآخرين، بس فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. بسم الله الكش. عندك هنا اكتشاف يعني أسرار وفتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك أنت على فكرة، يعني هي في مصلحتك، وهذه الأمور الفترة دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف أسرار والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني وهيتفتح الأيام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء وحكم عقلك وهكذا وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر وتعب وخنقة وضيق وصداع، وعندكم يا برضو أحلام بالحيوانات أو أحلام بالثعابين أو أفاعي. عندك في المنام برضو أنت شفت اللي سحرك، أو شفتي اللي سحرك، شفتي اللي أذاكي، رأيتيه في المنام. منكم برضو من رأى اللي سحره أو أذاه أو اللي بيسجيه السحر، في سحر عندك، سحر ده هو اللي عامل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك دايلك، الخير دايلك بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلنا أنت عارف إيه مشكلتك، يعني انت عارف ايه مشكلتك، انت يعني محتاج حد يراه برضو، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضو يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك، برضو انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، او ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سبعين، وكلمة تخليك في سبع أرض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك، مش يعني يد عليك، يرعى معاك كلامك، يكون معاك ويد معاك، يحل معاك العصبية والضيقة، ويفهم ايه، خايف من ايه، او وجعك ايه، او حزنك ايه، شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا او في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة، برضو عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو، الخبر انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى قادمة قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وهتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة، وعندك تغيرات كثيرة في حياتك، يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ، يعني في أرض عندكم، في أرض بيتكم فيها الفرحة،
في عندكم يعني خطوبة أو بشرى فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني أنا سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك أو المشاكل أو الكلام اللي سمعته. اترك الأمور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك، يعني مشروع دخلت فيه أو في رزق دايلك غير متوقع ومال. يعني عندك مشروع انت داخل فيه او مقدم على وظيفة او مقدم على مال، لان في مال دايلك. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني ارى في توضيح ما بينكم، امور عتاب ما بينكم، في امور عتاب او توضيح كلام او تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور وصلح، في صلح ما بينكم. في فعل خير انت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك انت، ما كنتش متوقعه خلال يعني ايام، خلال ايام. الغيرة والحسد يعني دول، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر دي اللي سحركم من حد قريب منكم. يعني تجنب يعني الحديث او المكالمات مع الناس دي، في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتحصر عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصر عليها وراح تلاقيها. عندك حد برضه هنا المسدون ده أو المريض، عليه المريض يعني قريب ليك أو مسدون، راح يشفى بإذن الله تعالى. عندك يعني أو إن كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لأن أراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده بأي طريقة، عايز تطلعه من المحنة اللي هو فيه، إن شاء الله راح يشفى وراح يخرج من إن كان مسدون أو هكذا بإذن الله تعالى. أكمل في طريقك زي ما أنت، ديالك الفرحة، ديالك الوظيفة أو ديالك الربح أو ديالك السعادة. أنت ماشي في الطريق، الوظيفة دي أو المشروع اللي أنت داخل فيه راح يندح بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه انت انتقال لارض، ممكن نقول انتقال لشراء البيت الجديد او انتقال لزوجك او انتقال لبيت زوجك او انتقال لبيت جديد، لان ارى في طاقه انتقاليه، شراء مسكن او شراء منزل او شراء محل ان شاء الله. فيه الشراء، طاقة الشراء قريبة بإذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وتنزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرج. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابع، الرقم أمامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا، وكل الإعلانات داخل القناة منزلها من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.